الساعه كام معاك؟ انا اسفه بجد يا مدام عزه اتاخرت شويه. نادين بطلي الكلام ده، دي مش اول مره تتاخري فيها. معلش انا اسفه، مش هيحصل تاني. وده بالنسبه للتاخير، انما بالنسبه بقى للمكتب، ناويه تنزلي فجاه من غير استئذان؟ لا معلش مية، بس كنت تعبت شويه فجاه وبالنسبه مش ما كنتش اقدر استنى. انا اسفه، انا لاخر لحظه بحاول ان انا احافظ على الناس اللي معايا، ساعديني ان انا اعمل ده. ممكن؟ حاضر. ايوه يا سيدي، انا اللي هاجي لك بنفسي. انت مالك؟ انا قلت لك معيش حد في المحل. جاي لك اهو، يلا سلام. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا زيزي؟ ازيك يا مقدم؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ تمام. وشك نور اهو، كويس ان انت شجعتي ونزلتي. كله تمام؟ الحمد لله تمام. طيب انا هروح مشوار انا وفاروق، ونيجي اسالك كلنا. ماشي. الحمد لله على السلامه يا جيزي. الله يسلمك يا فاروق، ربنا يخليك. ايه ده؟ صباح الفل. صباح النور. بصي انا عايز انسيال بس ما يكونش فيه شغل كتير، حاجه كده تكون سيمبل على ذوق القمر. هو لسه بطلع الجداد، اتفضل. ده حلو قوي ده. دوت حلو بس مش سيمبل قوي يعني. لا جامد جامد بصراحه يعني. ودوت كمان. لا ده هايل موت. تعرفي انا باجي اشتري من هنا مخصوص علشان تختاري لي على ذوقك. ربنا يخليك. بس انت للاسف مش واخده بالك مني. بس خير، ليه الاسود ده؟ في حاجه ولا ايه؟ حاله وفاه كده. لا البقاء لله، البقيه في حياتك. طب انا في حاجه اقدر اقدمها لك؟ لا ربنا يخليك بجد والله. يقولي ربنا لو في اي حاجه ما اقدرش اتاخر عليك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ده ذوقك. يلا ديبو انا هشتري انسان. اطلع بره يلا. امين، ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تطرد الزبون كده؟ افرض المهندس كان رجع وشافك، كان شكلي هيبقى عامل ازاي؟ وشكلي انا ما فكرتيش فيه، ما فكرتيش فيه. وانت بتهزري مع النطع ده؟ ايه يا بت؟ انت مش عارفه انا بغير عليك ولا ايه؟ بهزر معاه؟ ده على اساس ايه يعني؟ ان انا مصاحباه؟ مصاحباه؟ انا هتقلم صاحباه؟ والله العظيم تلاتة لولا الظروف اللي انت فيها انا كنت عملتها معاكي. خلاص يا ديب، سبتتني، قعدني في البيت يا اخوي، ولو شفتني نزلت الشارع حتى ولا بصيت من الشباك بكسر لي رجلي. الصبر، قلت لك الجواز مش سهل. ايه الصبر؟ الصبر يا بنت الناس. وانا بقى السنين بتعد بيا والعمر بيجري وانت ولا في دماغك، فلو تعلن عليا يا ابن الناس خلاص نفضها سيره احسن. نفضها سيره؟ ماشي يا جيجي، نفضها سيره. انا اعتبر الكلمه دي ما اتقالتش. انا لسه برضه مراعي الظروف اللي انت فيها. انا بقى ظروفي زي الفل، انت اللي بتزوغ من الكلام. بزوغ من الكلام؟ لما اقول لك عايزين نطلع من العيشه اللي احنا عايشين فيها دي، يبقى انا كده بزوغ من الكلام؟ ايه عايزه تعيشي في الفقر؟ وهنطلع من الفقر ده ازاي ان شاء الله؟ طبعا هتقولي لما اسافر وارجع، مش كده؟ ايوه يا جيجي لما اسافر، هو ده اللي في دماغي ومش هغيره، هسافر. حلو، تسافر انت واستناك انا هنا، مش كده؟ وبعدين تبعت لي وتقول لي شوفي حالك يا بنت الناس، ما تستنينيش. لا ديبو مش هيحصل، سفر وتسيبني ملطوعه هنا مستنياك مش هيحصل. وانت بقى ودماغك. مفيش فايده.